ندير واحد كشكول شعبي. نعم ان شاء الله اللي يرضي الجمهور الحاضر معنا. نعم تفضل معنا طريق زياني.
خويا الحب زوين ويلا لقيتي وحيدة تبكي شحال خويا الحب زوين ويلا لقيتي وحيدة تبكي ربي تشهد عليا شي بغيتي وجدني شي بغيتي وجدني بتي ويا عيني يا بتي يا طبوبي الهدى تانية يا بتي يا والفيلا بتي تانية يا بتي
تبارك الله عليك طارق. الله يبارك فيك اختي. مسيره موفقه ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. طارق، شنو الجديد اللي كتحضر للجمهور المغربي؟ وبالنسبه للجديد هذه المره غادي نطرق البوم باش نحاول ندير واحد المزيج في عده مواضيع اجتماعيه ونطرق شي لون تراثي من التراث الشعبي. نعم. هذو اللي حتى درت بزاف ديال لي سينجل هذه المره قررت باش ندير البوم ان شاء الله يكون ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. زهره، شو كتحضري للجمهور ديالك؟ علاش كتشتغلي؟